يبدأ الشهر الهجري برؤية الهلال بعد مغيب الشمس بالجهة الغربية، وينتهي برؤية الهلال قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية. والهلال ليلة واحد يغيب بعد مغيب الشمس، وليلة اثنين يغيب بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وليلة ثلاثة يغيب الهلال مع مغيب الشفق الأحمر اللي هو وقت صلاة العشاء. وفي منتصف الشهر القمري يشرق البدر مع مغيب الشمس بالجهة الشرقية، والعامة يعرفون تمام الشهر من نقصانه عن طريق التبدر. فإذا تبدر القمر يوم 14 قالوا الشهر ناقص بين قوسين هافي، وإذا تبدر يوم 15 قالوا الشهر كامل بين قوسين وافي. والقمر يرى بنفس الهيئة على كل بقاع العالم، وأراك في كل البقاع كأنما لا جرم في فلك يدور سواك.